مشكلة تقرح القولون وعلاقته بجهاز المناعة. في حتة بقى حسامية في اللي كنا بنقوله. في اللي بنقوله. لو رجعنا لحرف الواو في القرآن، حرف أنا قلت لحضرتك نعم، حرف سورة مهم، الكهف. ربنا أقسم بيه، والعصر والتين والزيتون، الواو كتير. مهم جدا. وكمان حاجة مهمة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه يحج فجاله الأمر بالحج، سيدنا جبريل بيمليه المناسك، فوقف على عرفة، المغرب جدا نزل على المزدلفة، صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا، وجمع الحصى، وصلى الفجر في المزدلفة، ونزل على منى، رجم الرجم الكبرى، ونزل على مكة، عمل طواف الإفاضة، وجه على السعي ووقف والصحابة حواليه، وقال حديث صحيح مشهور جدا، قال سأبدأ بما بدأ به الله. هو كان مش عارف هيبتدي بالصفا ولا بالمروة. مظبوط. قال سأبدأ، ربنا قال إن الصفا والمروة. شوف الواو خلته يبتدي بالصفا. فأكلنا نبدأ بما بدأ به الله. الفاكهة. وفاكهة مما تخيرون. ولحم طير مشوي. كل الفاكهة قبل الأكل. هتفرق معاك جدا. والله في صحتك هتفرق. أول ما تخش من البيت قبل ما تقعد على السفرة كل برتقال أو تفاح. جرب ربع ساعة على بال ما تقلع هدومك وتتوضأ وتصلي وتقعد، هتاكل قليل جدا. صحيح. جدا مش صحيح. هتنزل على الأكل بالطريقة صحيح. المصرية صحيح. المعروفة. طب نرجع لمشكلة القولون وعلاجه بجهاز المناعة ولا؟ القولون التقرحي هو دي مرض نور الحياة. القولون التقرحي مرض مش حلو. القولون التقرحي. ممكن نشرحه شوية؟ يعني ايه اعراضه بالنسبة للناس؟ قرح في القولون كتيرة جدا. محدش عارف سببها، انما يقال انها مناعي، حاجة مناعية زي بقية الحاجات. وبرضه اعيد تاني كلمة يعني ايه مرض مناعي؟ يعني انا خايف على نفسي. فجايب 10 يحرسوني. يحرسوني. لو ال10 ضربوني يبقى اتقبلوا. صحيح. ده الجهاز المناعي. المفروض يهاجم الغريب. يهاجم الغريب. فلو تبل وهاجم اعضاء جسمي يبقى مجنون. هذا هو المرض المناعي، ان الجهاز المناعي افتكر ان الكلوه جسم غريب فابتدى يهاجمها كانها جسم غريب. افتكر القولون جسم غريب فابتدى يهاجم عليه. وكل الجسم كده، الذئبه الحمراء مرض مناعي، جهاز مناعي تبل وبيهاجم اعضاء الجسم. ما بنعرفش تبل ليه. صعب جدا 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 جدا. انما في ادويه كتير تظبطه. تلم تقول له تلم، اولهم الكورتيزون. تقول له تلم، اعقل كده، خلي بالك. صحيح. انت بتضرب المعلم الكبير، يعني انت بتضرب القلب والكلى والكبد. فاذا ضرب القولون بيعمل فيه تقرحات اسمها القولون التقرحي. اعراضه انه بينزل دم في البراز ومخاط ومغص. طب ده ليه اعراض لا يشخص ده. بس سهله، لا يشخص الا بالمنظار. فاللي بيخش بالمنظار بيلاقي القرح وبياخد عينه بيبعتها للمعمل، بيقول له ده قولون تقرحي. طبعا على راس القائمه ادويه المناعه، وعلى راس ادويه المناعه كورتيزون. فلا يتعجب ان واحد عنده اسهال بنعالجه بكورتيزون. ما يتعجبش يعني. بعض الناس بتخاف من الكورتيزون لان سمعته مش حقيقته، سمعته سيئه. بالظبط. انا بمثل الكورتيزون ببنت جميله جدا وغنيه جدا وبنت ناس جدا، بس سمعتها وحشه. محدش هيقرب لها. صحيح. كورتيزون رائع وانقذ حياه ملايين يا استاذ محمود. انقذ حياه ملايين، لكن سمعته وحشه. لكن دي سمعه ملهاش اصول. فندم؟ ملهاش اصول. لها طبعا. لها. يعني من سمعته مش وحشه ده فعلا. هو يعني هو شقي يعني. انا بكتب كورتيزون في الروشته وبترعش، تلاقي العيان تعالى اوعى يكون كورتيزون. لا انا برد عليه رد جميل جدا، اقول له طب لا هو كورتيزون، بس حضرتك قول لي معلوماتك ايه عن الكورتيزون. يقول لي ده سايق. اقول له لا مش كفايه. عشان تقول لي سايق في ايه؟ هو طبعا لمرضى السكر بيعلي السكر، مش لاي حد. لمرضى الضغط بيعلي الضغط شويه، بيعمل شويه سمنه، له مشاكل، بيخلي العظم يهش شويه، العضلات تتكسر شويه، بس فوائده اكبر من مضره بكتير. بينقص حياه. حضرتك لما تقول لي واحد عنده
ربو شعبي، حساسية صدرية، حقنة كورتيزون تنقذ حياته، مش يخف فرق كبير جدا، تنقذ حياته ان هو يفك هذه الضيق الشعب وياخد اكسجين. فالكورتيزون كويس في القولون التقرب.